تريح. Ça, c'est notre préparation. C'est la seule façon d'avoir cette compétence qui n'est pas enseignée. المهام الأساسية لنشر هذا المستشفى أولا تفعيل التجهيزات العملية الصحية، التكفل بعسكريين ذوي الحقوق والمدنيين. فيما يخص الأفراد الممارسين الطبيين حوالي أكثر من 30 طبيب، اختصاصات حوالي كل الاختصاصات من طب الاطفال الى جراحه العظام، الجراحه العامه، التخدير، معظم التخصصات جاهزه لاستقبال المرضى مواطنين ولايه الجلفه.